ده هتعملي لنا ايه؟ هنعمل بليلة. بليله، بليله مختلفه عن عندنا ولا بليله هي هي؟ والله هتشوفي. هنشوف. هنشوف مقاديرنا ايه. انت كاتبه قمح ولبن، قد ايه قمح وقد ايه لبن؟ لو انا هعمل لتر لبن، ربع كيلو، ربع كيلو قمح، وقشطه حوالي علبه مثلا، كريم شانتيه، كريم شانتيه يعني 8 كيلو مثلا، 8 كيلو قرفه باودر، طبعا قرفه مطحونه، جوز هند، وزبيب، نشا، مكسرات، وسمنه وفانيليا. بلدي وفانيليا. ماشي اوكي. هنعمل ايه؟ انت سالقه هنا القمح بتاعك صح؟ انا عايزه بس ادي الكبشه، علي لك النار. بصوا هي سالقه القمح، عايزه اوريكم الغله عامله ازاي. فتحت. بصوا، والقشره فصلت، فتحت والقشره فصلت. بتنقعيها قبل ما تسلقيه ولا لا؟ احنا بننقيه ونغسله وننقعه 3 ساعات، وبعدين بنقوم حاطينه على النار يغلي ربع ساعة أو تلت ساعة، وبسيبه في ميته زي ما هو كده. ينقع في ميته بالظبط، هتلاقيه فتح كده. اوكي، مش بنعلق عليه كل الوقت. هو بميته زي ما هو كده. هقوم نازلة عليه بالسكر. بصوا هي السكر على المية حسب يا الرغبة، مغطية القمح. حاجة بسيطة. يعني المية قليلة مش كتيرة. طبعا السكر على حسب الرغبة وعلى حسب استزادتكم ليها. اللبن علشان يبقى طعم اللبن باين، ما نكترش الميه. واللبن اهو. ما بتحطش نشا او حاجه؟ لا هحط نشا. هتحطي نشا؟ نشا اهي، معلقه نشا بس، هدوبها في ميه. او في لبن عادي. اوكي، معلقه. سبوله. ان شاء الله مش مشكله. خدي حطي هنا اهو، معلش كبيرة بس مش مشكلة عشان الوقت. بس بتدوب النشا في اللبن بارد، يعني علشان لو حطيته هنا هيكلكع، لان هنا سخن. النشا لازم يدوب في حاجة بدرجة حرارة الغرفة على الأقل، أو لو احنا حطيناها على البارد من الأول زي ما بنعمل المقلبية كده. يبقى هي كده النشا داب في اللبن، وهتزوده على علشان يتقل، عشان ما تبقاش صيصه كده. احنا بنقول صيصه. لا بصي، هي مش هتحتاج مننا غير هي معلقه واحده علشان تدينا زي ربطه بسيطه كده. ايوه، تربط. تحسي ان هي ايه، مش خفيفه. مش خفيفه. اعلي النار بس شويه. اوكي خلاص كده اهو. بعد ما تغلي خلينا نحطها على النار العاليه قوي بقى، علشان ايه، نلحق الوقت. نخلصها. ايوه اهي. وانا شايفه هنا كنافه. دي هتعملي بقى كنافه ايه فيها؟ هحطها على الوش زي جرنشه. حلو قوي. اوكي بصوا، هي محمره كنافه اهي، محمره الكنافه عشان هتزوقها بيها. وادي البليله، هي تغلي بس. وهنقوم صبينها في كاسات. طيب احنا ممكن ممكن لو عايز ياسر نطلع فاصل على ما تغلي، لان هي هتاخد لها شويه وقت على ما تغلي. خلاص احنا هنسيب البليله لغايه لما تغلي، وبعد ما تغلي هنحطها في الكاسات ونعمل لها الجارنش بقى اللي هو الديكور بتاعها. خلاص هنروح لفاصل ونرجع بعد فاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، عملنا البليله وشيفني بين بتزوقها، بتحط عليها اول حاجه دي القشطه، واحط عليها شويه كنافه محمصه. اوكي حلوه فكره الكنافه دي، وكريم شانتيه بقى ومكسرات اللي انت عايزاه، يعني اللي موجود عندك. المكسرات المتواجد عندك، جوز هند وزبيب. حطي سنه قرفه، القرفه برضو بتدي طعم حلو وريحه حلوه حاجه بسيطه قوي. وبالكريم شانتيه.